فيما تقرع طبول حرب عالمية على الحدود الأوكرانية الروسية، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 720 ألف جواز سفر ضمن إجراءات عاجلة لصالح سكان المناطق الانفصالية شرق أوكرانيا. ولكن من هم الانفصاليون الذين هم في صلب الصراع المتفجر؟ الانفصاليون هم بشكل أساسي ناشطون موالون لروسيا، تشكلت مجموعاتهم على هامش ضم روسيا لشبه جزيرة القرم، ما أشعل نيران الحرب في شرق أوكرانيا. في تلك الفترة قام حوالي 200 متمرد يرفعون الأعلام باحتلال المباني الحكومية في شرق أوكرانيا لتتشكل المنطقة التي باتت تعرف باسم دونباس. والنزاع في دونباس ما زال يتسبب بإراقة الدماء رغم مساعي الحل السياسي التي تجسدت في اتفاقيات مينسك. دونباس هي معقل المتمردين، وكانت معقل الرئيس الأوكراني السابق وأشهر الموالين لروسيا فيكتور يانوكوفيتش. وتضم دونباس منطقتي دونيتسك ولوهانسك، وتشاطر 920 كيلومترا من الحدود مع روسيا. وبحسب إحصاءات تعود لمطلع الألفية، كان المواطنون من الإثنية الروسية يشكلون نحو 40% من السكان في مدينتي دونيتسك ولوهانسك. ولكن في 2014 صوت نحو 90% من المشاركين في استفتاء على منح المنطقة الاستقلال، إلا أن النتائج لم تحظى باعتراف كييف ولا اعتراف العواصم الغربية. يسود خلاف بين المراقبين حول المصدر الأساسي للمتمردين، إذ يرى البعض أنهم مقاتلون روس أرسلتهم موسكو قبل ضم القرم، يؤكد آخرون أنهم ينتمون إلى أقليات روسية محلية أصلية تطالب بتدخل موسكو. موالاة روسيا ظاهرة قديمة في منطقة دونباس، لكن الارتباط الاقتصادي قد يكون عزز هذه الصلة وسط أنباء عن دعم روسي مالي مباشر لسكان المنطقة وتجارها. وبحكم الانتماء الإثني، يشعر الكثيرون من الأوكرانيين الشرقيين بالقرب من روسيا مقارنة بغرب البلاد، وللبعض منهم أقرباء خلف الحدود الروسية. في 2019 بدأت روسيا بإصدار جوازات السفر لأهل المنطقة بذريعة إنسانية، كما اعتبرت سلطات المتمردين أن لوحات تسجيل السيارات الصادرة عن السلطات الأوكرانية باتت غير شرعية في المنطقة. في 2020 تم إعلان الروسية لغة رسمية للمنطقة المتمردة، وبمنتصف العام 2021 كان هناك 500,000 أوكراني شرقي يحملون الجواز الروسي، والرقم يتصاعد وقد يستمر بالتصاعد.